لم تكن تتخيل الفنانة شريهان التي بدأت عملها الفني وهي في سن الرابعة أن تكون نهايتها الفنية بسبب حادث أليم أنهى على الفور مشوارها الفني بعد 34 سنة من العطاء. برعت شريهان في بداياتها في المسرح في سك على بناتك وعلشان خاطر عيونك أمام الفنان فؤاد المهندس ومسرحية شارع محمد علي أمام فريد شوقي، وعملت في السينما بالعديد من الأدوار السينمائية أهمها الأفلام الطوق والأسورة والمرأة والقانون وميت فل والحب والرعب وخلي بالك من عقلك وغيرها العديد من الأفلام السينمائية. وبالنسبة للدراما التلفزيونية قدمت العديد من الأدوار التلفزيونية منها دمي ودموعي وابتساماتي، أما في الفوازير فقد كانت النجمة الأولى في الفوازير بمصر مع الفنانة نيلي، وأصبحت حينها نجمة الشباب الأولى التي يحتذى بها. توقفت عن التمثيل بعد إصابتها بالمرض، ومن المعروف أن شريهان هي شقيقة عازف الجيتار المعروف الراحل عمر خورشيد. وحتى الآن ما زال الجدل حول علاقة شريهان بأبناء الرئيس الراحل مبارك جمال وعلاء، هي العلاقة المتلازمة ذهنيا حينما يذكر اسم شريهان. ويروي الإعلامي طارق عبد الجابر أنه تردد فور وقوع حادث الفنانة الاستعراضية أن مبارك هو من خطط لذلك ليبعدها عن ابنه علاء. هذا الحادث الذي كان ربما يتسبب في أن تصاب الفنانة بالشلل الكامل، إلا أن شريهان خرجت لوسائل الإعلام لتنفي أن لعلاء أو والده أي علاقة بهذا الحادث. كما دحض مدير أعمال الفنانة شريهان تقارير انتشرت خلال الفترة الماضية حول علاقة سابقة جمعت بين الفنانة الكبيرة وعلاء مبارك نجل الرئيس السابق. وقال جمال أنور مدير مكتب شريهان في تصريحات للموقع الإلكتروني للفضائية السعودية الإم بي سي أن ما نشر حول علاقة جمعت بين شريهان وعلاء مبارك ووجود مشروع سابق لارتباطهما هو أمر غير صحيح على الإطلاق. وأضاف: قرأت تقاريرا قامت بإدعاء نية شريهان الزواج من علاء مبارك، وأن أسرة الرئيس السابق دبرت لها محاولة قتل عن طريق إلقائها من الدور السابع. وأردف بنفس السياق الأزمة الصحية التي مرت بها شريهان بإصابتها بكسر في العمود الفقري كانت بعد تعرضها لحادث سير بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، وليس حادث سقوط من الدور السابع كما يدعي البعض. ورفض جمال أنور عمليات الاستفزاز التي تتعرض لها النجمة شريهان من قبل بعض الصحف والمواقع التي تروج لأكاذيب بعيدة تماما عن الصحة، مشيرا إلى أن الحادث الذي تعرضت له شريهان لم يكن له أي علاقة بأسرة الرئيس السابق. وأضاف أن حديثها مع الإعلامي محمود سعد في برنامج مصر النهارده كان بهدف أن يتركها تتحدث بحرية في مداخلتها في البرنامج وليس عن علاء مبارك. وأوضحت شريهان أن ترويج شائعة ارتباطها بعلاء مبارك في هذه الفترة كذب وافتراء، ومصر الآن أهم بكثير من الحديث عن مثل هذه الأشياء. وأشار جمال أنور إلى أن انتشار تلك الشائعة بسبب نزولها إلى ميدان التحرير ووقوفها مع الثوار وإعلانها مسانداتها لإياهم ورغبتها ساعتها في التبرع بدمائها للجرحى. وقال شارحا: أنا مثلا عندما نزلت لميدان التحرير، هل لأن أحدا من العائلة الحاكمة ضايقني، أو لأن هناك صأرا بيني وبينهم، أم من أجل إيماني بالثورة ومستقبل أولادي وحال البلد. واستطرد إحساس شريهان بصفتها مواطنة ببلدها وبمستقبل بناتها في مصر كان هو الهدف الأساسي الذي نزلت من أجله إلى ميدان التحرير. كانت هايدي راسخ بعيدة عن الانتقادات نظرا لابتعاد علاء مبارك النجل الأكبر لحسني مبارك عن عالم السياسة خلاف شقيقه الأصغر جمال. ابنة رجل الأعمال حازت على تعاطف المصريين في أوقات كثيرة،
لكن لم يشفع لها هذا التعاطف عقب قيام ثورة 25 يناير أن تنال انتقادات مثل باقي أفراد الأسرة الحاكمة وكل المقربين في بداية الاحتجاجات. هايدي راسخ ابنة رجل الأعمال مجدي راسخ لم تظهر في المناسبات العامة كثيرا منذ زواجها من علاء مبارك عام 1996، والتي دارت حولها العديد من الروايات من إعجاب علاء مبارك ولقائه بها بالإسكندرية إلى أن حازت إعجاب السيدة الأولى فيما بعد وقررت تزويجها لنجلها الأكبر لتنجب منه طفلين هما محمد الذي ولد عام 97 وتوفي عام 2009، وعمر الحفيد الثاني لمبارك الذي ولد عام 2003. هنا في بداية زواجهم هايدي راسخ زوجة علاء مبارك، وده ابنها عمر الحفيد الثاني لمبارك، وهنا عمر لما كبر. أكبر الأزمات في حياة هايدي راسخ على الإطلاق مثلها كأي أي أم في مايو 2009 عندما رحل ابنها محمد بشكل مفاجئ على خلفية أزمة صحية ألمت به، لتظهر الأسرة الحاكمة لأول مرة مهتزة حزينة على غير المعتاد في صورة جلبت تعاطف قطاع من المصريين، بينما تصمع قطاع آخر الحزن للاستفادة مثلما كانوا يفعلون دائما في أي شيء يخص عائلة مبارك. الرحيل المفاجئ للحفيد الأول نزل كالصاعقة على عائلة مبارك، والذي كشف عن تفاصيله رجل الأعمال حسين سالم في لقاء تلفزيوني قائلا: الطفل شعر بصداع ثم بدأ ينزف وتوفي فجأة، وأصر مبارك على إرساله لفرنسا في محاولة لإنقاذه، لكن أمر الله كان قد نفذ، مؤكدا أن تلك الحادثة كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر مبارك الذي لم يتمالك نفسه بعد تلك الحادثة إلى أن تم الإطاحة به في يناير 2011. تبدلت حياة هايدي كليا بعد وفاة نجليها، واتجهت للعمل الخيري والاجتماعي من خلال إنشاء مؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية في شهر رمضان من عام 2010، وظهرت برفقة زوجها في حفلات تكريم حفظة القرآن، فيما كان الظهور الأبرز والاستثنائي لزوجة نجل الرئيس الأسبق في 3 يناير أي قبل الثورة 2010، عندما حضرت برفقة زوجها مراسم غسل الكعبة برفقة زوجها علاء مبارك في سابقة غير مسبوقة وحالة استثنائية غير مسبوقة، خاصة أن السيدات لا يحضرن غسل الكعبة مثلما هو معتاد. بعد ظهور هايدي في الحياة العامة بدأت أحاديث المصريين تطاردها، وتركز الحديث حول رغبتها في الحجاب ورفض آل مبارك لهذا القرار، خاصة أنه يعبر عن اتجاه سياسي بدأ ينمو في الأسرة التي اعتبرت جماعة الإخوان الفصيل المعارض الأقوى في الشارع المصري في ذلك الوقت، فيما تم ربط قصة حجاب قرينة علاء مبارك بالداعية زائع الصيت حينها عمرو خالد كونه سببا رئيسيا في إقناعها بفكرة ارتداء الحجاب، لذا قيل أن ذلك كان سبب إبعاده عن مصر في عام 2009، لكن ارتباطه بهذه القصة لم تثبت مدى صحتها حتى الوقت الحالي في ظل التزام جميع الأطراف الصمت تجاه تلك الأحاديث. دي بعد وفاة أجلها، وهنا هايدي وسوزان مبارك، وهنا في زفاف علاء جمال، وهنا مع ابنها. دي صورة جميلة بالفوتوشوب، وهنا مع خديجة الجمال زوجة جمال، وهنا في تخرج ابنها عمر جمال، وخديجة الجمال وهايدي في تخرج ابنهما عمر. ومن ناحية أخرى وجهت إلى هايدي وزوجها علاء انتقادات رغم أن رجل الشارع العادي
اعتبرهم أثناء حكم مبارك الأقل ضررا، بل يقومون بأعمال خيرية تعوض فساد النظام الحاكم. لكن آخرين اعتبروا أنهما أداة في يد نظام مبارك لتحسين صورته وجلب حالة من التعاطف في ظل تنامي روح الكراهية والعداء ضده، هذا إلى جانب اعتياد نجلي مبارك الظهور في مباريات كرة القدم للمنتخب الوطني داخل مصر وخارجه في أوقات أخرى. ثورة 25 يناير عام 2011 حملت المعاناة ذاتها لهايدي مثل نساء آل مبارك، لكنها كانت مضاعفة، خاصة أنها لم تكن قد شفيت بعد من صدمة رحيل نجلها، لتصدم بحبس زوجها والتحفظ على أموال والده واتهامه في العديد من القضايا اللي تبدأ فصل جديد في حياتها لم تعايشه من قبل، في ظل مستقبل مجهول لزوجها وولدها، كما أمر جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموالها التي تتمثل في فيلات وشقق بمصر الجديدة وبشرم الشيخ والمقطم وأرض الجولف. وتقدر الإشارة إلى أن عديد من التقارير الصحفية أثناء الثورة أشارت إلى أن هايدي راسخ رفضت السفر مع زوجها علاء مبارك وأسرته، وطلبت منهم أن يتركوها بالقاهرة لكي تتمكن من زيارة قبر نجلها محمد المتوفى في 2009، مؤكدة أنها ستظل بجوار جثمان نجلها طوال عمرها. المعاناة الشديدة لهايدي راسخ تكفل نجلها عمر بنقلها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مرتين، الأولى عندما نشر صورة والده معلقا عليها: اللهم اجمع شملهما في القريب العاجل، وفك كربهما، وفرج همهما، وأسعد قلبهما يا رب العالمين. والمرة الثانية نشر صورة والدته وعلق عليها: اللهم فك كربها، وفرج همها، وأسعد قلبها، وانصرها يا رب العالمين. على عكس خديجة وجمال اللذين ظهر في الأهرامات طارة وفي مطعم فاخر في مرة أخرى، لم تظهر هايدي برفقة علاء في أي مناسبة عامة منذ الإفراج عن علاء مبارك في شهر يناير 2015 لأول مرة والثانية في أكتوبر 2015، مفضلين الابتعاد عن الأضواء أو الظهور في الحياة العامة، خاصة أن علاء لم يظهر سوى مرة واحدة في أبريل 2015 بعزاء والدة الكاتب الصحفي مصطفى بكري، ولم يظهر مرة أخرى سوى بالزي المدني في جلسات محاكمته في قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها وشقيقه وعدد من رجال أعمال آخرين، ده حتى تقريبا آخر 2015، بعد كده بدأ يظهر في بعض الجنازات. دي هايدي راسخ، هنشوف موضوع التهديد بالطلاق دلوقتي. في 2012 ترددت أنباء قوية قيل أن مصدرها شخص مقرب من عائلة مبارك قال أن نجله علاء تشجر مع زوجته هايدي بسبب تنازلها عن كثير من الممتلكات التي تملكها اسما على الورق فقط، بينما هو علاء مالكها الأصلي. ومما يذكر أن هايدي راسخ كانت قد تنازلت ساعتها عن شقة فاخرة تمتلكها بمنطقة سان ستيفانو بالإسكندرية لصالح النيابة عقب اتهامها باستغلال النفوذ للحصول على هذه الشقة، وهو ما أدى إلى نشوب مشكلة كبيرة بينها وبين زوجها علاء لاتهامه لها بتوريطه، ولأن التنازلات المتتالية في النيابة تعد اعترافا ضمنيا منها على زوجها علاء مما يضعف موقفه القانوني. في نفس الإطار طلب المحامون من هايدي راسخ عدم الاستماع لما يقوله علاء لأنه غير مختص في القانون، وأن مسؤوليتهم تحتم أن يطلبوا منها التنازل عن الأملاك التي لا تمتلك بشأنها حججا أو مستندات، وأن عملية الشراء تمت دون علمها حتى تتم تبرئتها من جميع الاتهامات. وعلى خلفية هذه التطورات وصلت حدة المشاجرات بين هايدي وعلاء مبارك إلى حد تهديده لها بالطلاق في إحدى الزيارات.
وهو ما أدى إلى قيام سوزان ثابت باصطحاب خديجة الجمال زوجة نجليها جمال ووالدها رجل الأعمال وزوجته منال السيد حماة جمال مبارك لزيارة سجن ملحق المزرعة من دون أن يصطحبوا معهم هايدي راسخ زوجة علاء، وهي الزيارة التي تقوم بها السيدة منال السيد لأول مرة لزوج نجلتها جمال منذ سجنه في 13 إبريل 2011. المفاجأة أن سوزان ثابت عند وصولها للسجن طلبت زيارة نجلها علاء إلا أنه رفض الخروج للزيارة، وقامت إدارة السجن بتحرير مذكرة برفضه الزيارة وعدم تنفيذ تصريح النيابة فيما يختص بزيارة الشقيقين. وفي هذه الأجواء قام جمال مبارك عند قيام والدته وحماه وحماته بزيارته بتسليم خطاب من شقيقه موجها إلى هايدي راسخ، وطلب جمال من والدته ضرورة مراعاة الظروف النفسية السيئة لعلاء مبارك، وأبلغته سوزان ضرورة أن يقنع شقيقه بأن ما قامت به هايدي فيما يخص مسألة البيع لعدد من الممتلكات هو إجراء صحيح لإغلاق القضايا حتى لا تتعرض هايدي لدخول السجن كتير. وده أحد الظهور بالعزاء، كان مندوب الملك سلمان بيعزي سوزان مبارك، وحضرت جنبها هايدي راسخ وخديجة الجمال، وتلقت التعازي ساعتها. هنا دي صورة لهايدي راسخ وخديجة الجمال، وهنا في مؤتمر دافوس كانت مع جمال مبارك، وهنا صورة لحفيدتها حفيدة حسني مبارك اللي هي فريدة، وهنا جمال مبارك بيؤازر فريدة لاعبة الجمباز اللي هي بنتهم بيشجعوها في خلال البطولة، ودي صور ليهم مع فريدة وصور تانية متفرقة ليهم مع بعض. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا.